من واشنطن معنا الآن سيدة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند. سيدة سحر خميس، أهلا بك معنا. بداية، هل تتفهمين الصدمة بعد هذا الفيديو الذي نشر من قبل شرطة ممفيس لعملية الضربة التي أدت للوفاة؟ شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل واقعة جديدة مؤلمة ومؤسفة، ليست هي الأولى وأخشى ألا تكون الأخيرة فيما يتعلق بحوادث العنف المفرط من قبل الشرطة والتعامل الخشن خاصة مع السود. طبعا كانت الواقعة الأكثر شعبية وإثارة للرأي العام المحلي والدولي كانت واقعة جورج فلويد التي حدثت منذ 3 أعوام، وفي ذلك الوقت طبعا هناك بعض الاختلافات. كانت الواقعة جورج فلويد على يد بعض الشرطيين البيض، هذه مرة رجال الشرطة من السود والضحية أيضا هو أسود اللون، وبالتالي الزعم بأن هناك بين قوسين دافع عنصري وراء الحادث لا ينطبق هذه المرة، ولكن العنف المفرط واستهداف الأقليات خاصة السود وأيضا أخطاء الشرطة المفرطة في التعامل معهم ما زالت هي القاسم المشترك بين هذه الحوادث المتتابعة والمتتالية. وكان هناك أمل أو توقع أن يكون هناك انخفاض أو انعدام لهذه الحوادث بعد كل ما أثير حول واقعة جورج فلويد، ولكن هذا لم يحدث مع الأسف الشديد. لماذا برأيك سيدة سحر خميس؟ هل لأن السلطات الأمريكية فشلت في تقديم الحلول أو الإجراءات المناسبة للخفض من هذا العنف؟ هذا العنف المتجذر في المجتمع الأمريكي مع الأسف الشديد على مدى سنوات وعقود طويلة له أسباب كثيرة، وتزايد في الأعوام الماضية مع ارتفاع نغمة أيضا الشعبوية التي زرعها الرئيس السابق دونالد ترامب، وما زال هناك شعبويين في الشارع الأمريكي يؤيدون أحيانا استخدام القوة على يد الشرطة تحت شعار law and order أو الأمن والاستقرار أو الأمن ويعني النظام. نعم، وهؤلاء طبعا ما زالوا إلى حد بعيد يدافعون عن الشرطة حتى في بعض الحوادث التي تستخدم فيها الشرطة أحيانا القوة أو العنف. هناك أيضا اليمين المتطرف الذي يرفض الأقليات بصفة عامة سواء كان السود أو الملونين أو المهاجرين أو غير ذلك، ولكن حقيقة أنه في قلب هذه القضية هي عملية عدم وجود انضباط كافي في لوائح وقوانين الشرطة الأمريكية تضمن وجود ما يسمى بالمحاسبة والمساءلة، وهو الأمر الذي ينادي به المتظاهرين هنا في الولايات المتحدة على الأمريكية. على أي مستوى يفترض أن يضبط هذا الأمر سيدة سحر خميس؟ هل هو على المستوى الاتحادي أم أنه يحصل على مستوى كل ولاية على حدة، ونعلم بأن هناك اختلافات وفق التوجهات السياسية لكل ولاية؟ هذه نقطة هامة للغاية، لأنه هذه المرة تحديدا هناك توجه على المستويين المحلي وأيضا الفيدرالي. على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس بايدن أبدى انزعاجه الشديد من هذه الواقعة وقال أنني أتفهم تماما غضب الشارع وإن كنت لا أوافق على العنف أو الشغب، ولكنني أطالب وزارة العدل الأمريكية أن تحقق في هذا الأمر، والقوات أيضا التحقيقات الفيدرالية FBI أيضا تدخل في التحقيقات هذه المرة. فنرى هنا توجه هذه المرة مختلف إلى حد ما، هناك تحرك للسلطات على المستويين المحلي وأيضا الفيدرالي أو يعني الوطني على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا نقطة هامة أيضا هي نقطة السرعة، هذه المرة كان هناك وتيرة أسرع في التحرك فيما يتعلق بفصل هؤلاء الشرطيين أو إقالتهم من مناصبهم وأيضا توجيه التهم إليهم بوتيرة أسرع بكثير من الوقائع السابقة بما فيها واقعة جورج فلويد الشهيرة. كانت هناك خشية سيدة سحر خميس من أن تكون هناك احتجاجات كبيرة، أن يكون هناك توتر كبير ربما في الشارع الأمريكي، لكن المظاهرات التي شهدناها أمس بقيت محدودة، كيف نفسر ذلك؟ المظاهرات في رأيي هي في أولها، يعني الفيديو لم يذاع إلا في وقت أمس متأخر أمس، وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذه المظاهرات هي مجرد البداية في رأيي وليست النهاية. معظمها كانت سلمية بالفعل، غلب عليها الطابع السلمي، وإن كان هناك بعض أحداث العنف والشغب التي اندلعت في نيويورك وأيضا في لوس أنجلوس، ولكن بصفة عامة بقيت إلى حد كبير سلمية. وطبعا الشعارات المرفوعة هنا هي المطالبة بالعدالة، العدالة السريعة، كما نعرف أن البطء في العدالة هو في حد ذاته نوع من الظلم أو انعدام العدالة، وبالتالي المطالبة أن يكون هناك عدالة سريعة وأن يكون هناك أيضا تغييرات جذرية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح التي تضبط عمل الشرطة وتضبط أيضا استخدام الشرطة للعنف والخشونة في التعامل مع الأقليات خاصة السود. شكرا لك دكتور سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند، كنت معنا من واشنطن. شكرا.